تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أقيم حفل ختام مسابقة النسخة الرابعة من مزاين ناصر بن حمد للصقور الذي أقيم بقاعة المؤتمرات بفندق الخليج بتنظيم من لجنة رياضات الموروث الشعبي التابعة للجنة الأولمبية البحرينية وذلك بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة وملاك الصقور من مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتوج سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الفائزين بالمسابقة. وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن الرياضات التراثية في مملكة البحرين حققت قفزات نوعية بفضل التوجيهات السديدة والرعاية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، حيث يولي جلالته اهتماما بالغا لرياضات الموروث الشعبي كونها رمزا للهوية الوطنية وتمثل القيم الأصيلة للمجتمع البحريني. واعتبر سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن المسابقة تمثل حدثا مهما في الرياضات التراثية على المستوى المحلي كونها تعطي الصقارين مساحة أكبر للمشاركة في استعراض النواحي الجمالية للصقور بعيدا عن السرعة والقوة في بقية المسابقات، مشددا على أهمية دعم الصقارين البحرينيين ورفع إمكانياتهم في سبيل الارتقاء بمستوى المسابقات المحلية، إضافة إلى تأهيلهم لتحقيق تمثيل مشرف لمملكة البحرين في البطولات الخارجية. كما ثمن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الجهود الكبيرة التي يبذلها رئيس لجنة رياضات الموروث الشعبي وجميع أعضاء اللجان العاملة التي تقدم عملا مميزا يساهم في إظهار مسابقات الموروث بأفضل حلة تنظيمية ويعكس المستوى الذي وصلت له المملكة في تنظيم هذه المسابقات التراثية.